من جانبي أكد المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أن أحمدي نجاد هو الرئيس المنتخب في إيران، مؤكدا على أن البيت الأبيض لا يعتزم تهنئته بمناسبة تنصيبه رئيسا لولاية ثانية. كان الرئيس أوباما قد انتقد قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين المشككين في نتائج انتخابات 12 من يونيو الماضي، وراح ضحيتها حوالي 30 شخصا وأصيب المئات واعتقل حوالي 2000.